بينتهي عشان ياخد راحه ويبدا موسم جديد. ما شافش كولر او على الاقل بقى حدد لي الميعاد من بدري ابقى انا عارف. لا هو لا عارف ميعاد نهايه الموسم بقى، عرفنا الشهر ده نهايه الموسم، انما من بدري الراجل ما هوش عارف نهايه الموسم، مش عارف. وفجأنا لسه في والسنه اللي فاتت كولر فوجئ ان في حاجه اسمها كاسين بتلعبوا في موسم واحد، بتاع الموسم اللي قبله واللي فات بتلعبوا في موسم واحد. ودي داخله في دي ودي طالعه من دي، طب هو عايز يريح، طب مش كده وبس، طب انا كمان مش عايز اريح، انا عايز لعيبتي تريح. مفيش حاجه اسمها من 2019 لحد النهارده المواسم كلها لازقه في بعض. والله ناس اللعيبه قابلتهم يا كابتن يقولوا لي احنا زهقنا يا كابتن. طب ما خلاص زهقنا. احنا واحنا بنلعب كان بيجوا واحنا كنا بناخد راحه. ان الكلام في الكوره كمان اهو. لا وبعدين ايه، انت بيجي وقت عليك كلاعب كوره ومصطفى يقول لك ان انت بتبقى مش عايز تشوف شكل النجيل. تشبع بقى، تشبع. انت عايز تروح تقعد على البحر. حتى يعني ايه؟ اهلك. حتى في الكوره الحديثه دلوقتي بتاع لما بتيجي يقول لك فيش حاجه اسمها راحه سلبيه، بتروح تعمل اي حاجه غير الكوره، تلعب تنس. هالاند عمل ايه؟ تلعب سباحه. هالاند عمل ايه في الراحه السلبيه بتاعته؟ تعرف بقى هناك هم عندهم جزيره وعندهم مش عارف لا هناك بقى عندهم الغابات كتير، فراح بقى يقطع الخشب مع ابوه. بيعمل اي حاجه. يقطع خشب من الاشجار. على فكره هو تقطيع الخشب هناك مربح جدا. عشان تشتري. بغض النظر عن مربح يعني. لا هو بيعمل اي، ما دي برضه بيعمل حاجه يلي نفسه عن الكوره خالص، يبعد عن الكوره. بس عشان تشتاق للكوره تاني تبعد عنها عشان ترجع لها، انما احنا ورا بعض ورا بعض ورا بعض. انت تعرف اللي قاعد طول السنه ما يذاكرش وبعدين امتحان عنده بكره وعايز يخلص المنهج كله النهارده، احنا كده. فطبعا من حق كولر ومن حق جوميز ان يجي يقول لك انا هدي الراحه للعيبه وامشي. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، طب انتوا عايزين تكملوا كنادي ماشي، انا مسافر، شوفوا بقى المساعد ولا المدير العام يمسك الفرقه. بس هتصطدم بحاجه ثانيه، ان الراجل بيقول لك مثلا زي كولر بروك لعيبتي لازم تريح، لازم يريحوا عشان عندهم بعد كده بطولة افريقيا وعندهم اللعيبه رايحه منتخب رايحين منتخب وتصفيات امم افريقيا تاني المؤهله لامم افريقيا. يعني لعيبته مش ملاحقين على بطولاتهم المحليه ولا الدوليه ولا مع المنتخب. فطبعا حاجه صعبه جدا، وللاسف ان احنا اللي بنحط نفسنا كده. زي بالظبط ايه يعني النهارده، محدش بس يزعل مني لان انا ما اقدرش امسك نفسي لما شفت تصريح بيقول لك ايه انا جاملتكم، ولا فيما معناه يعني ان انا جاملتكم واجلت لكم بقى، فقفوا معايا يعني. يعني لا انت قصدك على استاذ جمال علام في تصريحاته. في ما فيش كده يعني. انت طالع تقفوا جنبي لان انا ساعدتكم. هو انت جاملت النادي، انتوا شاركتوا فيها. هو انت جاملت النادي الاهلي في ايه؟ الاهلي الدوري بمجاملته. لا يعني مش عايز اقول في كاس مش عارف. لا يا مصطفى يا فاروق، عايز اقول حاجه. هو انت جاملت النادي الاهلي ان انت بتاجل له ماتشات؟ انت اللي عامل الجدول وانت اللي بتاجل. النادي الاهلي ما جاش قال لك اجل لي ولا اعمل لي، انت عملت جدول واجلت عشان في ارتباطات للنادي الاهلي. يعني انت ما جاملتوش، وبعدين انت بقى طالع تعترف ان انت كنت بتجامل النادي الاهلي مثلا، او ان انت سبب من اسباب ان الاهلي خد بطولات، وبعدين ايه منتظر ايه بقى علني كده بتقول ايه المفروض تقفوا جنبي بقى؟ وتقف جنبك ايه؟ هو شايف ان انسحاب النادي الاهلي من الكاس دي مش انسحاب. هو النادي الاهلي حد ينكر ان النادي الاهلي من افضل منظومات الرياضيه الموجوده في الدوري المصري؟ طب مش كده هو عايز يبقى موجود في كل الالعاب يعني. معلش يا كابتن معلش، ما هو حتى لا، ما هو لازم الاهلي يبقى موجود عشان اي بطوله طبعا، لازم الزمالك ايضا مثلا عشان نفس الكلام. فهي دي الفكره، عشان الاعلان وعشان انا دلوقتي كنادي انا ببحث عن مصلحتي، وان انا عشان هو نتذكر الخطيب الموسم اللي فات ولا اللي قبله قال لك لا انا مش هلعب بالفريق الاول. هو لعب بالناشئين عشان الدوري راح، فلعب بالناشئين، عمل صف تاني عشان يشوف يقيم يعني باصل قدام. هو انا عايز اقول لك على حاجه تانية يا فاروق. هو النادي الاهلي دلوقتي مطالب بالكلام ده الموسم ده برضو، عايز اقول لك ليه. انت عندك كام لعيب في نادي الاهلي؟ فرقه كامله ما بتلعبش. لا انا عايز يعني اقول حتى لو كولر مش هيلعب بالصف الاول بيلعب دلوقتي، الدوري بالنسبه له حسم. انا عايز اقول نقطه مهمه، يعني ماتش حاجه حسم، ما تلعب بالصف الثاني بسبب قمصان، ايه المشكله؟ لا يعني كمل الموسم ان تلعب الكاس الصف الثاني. مين لك نقطه واحده عشان تحسم؟ انا عايز اقول نقطه مهمه قوي بس عشان الناس ناسي. بس هو النادي الاهلي مش جاي السنه دي وقال لك رابطه ايه وبتاع انا مش فاضي للكلام ده فيما معناه وقام اعتذر عن الرابطه؟ لان النادي الاهلي نادي عملي. انا عندي بطوله افريقيا، عندي دوري مصري، عندي الكاس المسابقه الرسميه المصريه، عندي كاس العالم للانديه، عندي
لعيبتها تلعب في المنتخب، مش ناقص كمان كاس الرابطه. وبالتالي النادي الاهلي عارف هو بيخش في ايه عشان ياخده وما يخشش في ايه. فانت اما تيجي انت مصر، هو انت لو جيت قلت مثلا نهائي كاس الرابطه على فكره النهارده دلوقتي بقى النهارده وجايب له طعم حكام اجانب ليه ما نش عارف ماتش بدون جمهور وماتش مش عارف سيراميكا وطلع فانت جاي بتحشر عندك كاتحاد كوره المسابقات كتير والوقت عندك كبير فتقوم عامل كاس رابطه وتقوم جاي عم هو انت لو جيت النهارده كاتحاد كوره عشان ظروف استثنائيه وعشان اللعيبه بتاعتك اجهدت اللي هي هتلعب لمنتخب مصر انت ايه المشكله وجيت قلت ما فيش كاس مصر السنه دي من اول السنه مش دلوقتي انا معتقد البطوله دي بطوله مهمه جدا ماشي ما انت بين خيارين يا فاروق يعني زي دلوقتي انا لو انا في اتحاد الكوره هاجي اول السنه مش دي بقى لان خلاص ما ينفعش انا دلوقتي اقول ما فيش انا اقول ان انا الاجنده بتاعتي 1 2 3 ارتباطات في افريقيا ارتباطات منتخبات ارتباطات انديه فانا الوقت اللي عندي كذا طيب ايه المشكله ان انا اقول بقى ايه لازم اضحي بايه كاس الرابطه او يضحي بكاس الرابطه مش ده ممكن اضحي بكاس لا لو حكمت ان انا اضحي بكاس مصر ولا الدوري لا بناقص كاس مصر عشان العب الدوري كاس مصر بطوله رسميه بطوله اساس الاساس دوري وكاس يا كابتن الاساس في العالم كله دوري وكاس حبيبي البطولات اللي بعد كده اللي جت مثلا زي الرابطه دي تنشيطيه انا بيدوها الاهميه انا بتفق مع بيخش السوبر عشان يدوا الاهميه اكتر انا بتفق معاك بس انا بتكلم تعمل كده ولا تيجي تقول الدوري من مجموعتين ما هو انت دلوقتي ما عندكش وقت انت لازم تضحي كده كده اصلا هيبقى في قرار بالموضوع ده حلو يبقى اذا في قرار بالموضوع انت وصلت سواء بقى مجموعتين سواء بشكل مختلف عن اللي احنا فيه ده حلو هيحصل عشان هيحصل ايه هيحصل. هو بالشكل المختلف السبع ثمان فرق ال10 فرق هو انت ما جيتش في وقت من الاوقات ولغيت كاس مصر بسبب ان انت عندك ظروف استثنائيه ظروف استثنائيه ما احنا في ظروف استثنائيه احنا بقى من سنه 19 مش عارفين نلعب الموسم صح ولا ايه صح طب اخد رايك كابتن في النقطه دي انا 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 مش رايي ان انا الغي مسابقه كاس مصر خالص يعني انا استكملها الانديه اللي معترضه زي ما قلت زي الاهلي الاهلي عنده صف تاني سهل قوي يلعب بيه وناس كتير عطشانه ما لعبتش كوره بقى لها فتره كبيره جدا تمام فعنده صف تاني يلعب بيه وبرضه يحقق الـ 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 العداله في اللعب وفي نفس الوقت يقيم اللعيبه اللي ممكن سواء هتستمر او هتمشي يعني لازم بطوله برضه يا كابتن ما يقدرش وبطوله وبطوله كبيره يعني جدا بطوله مهمه بالنسبه طبعا مهمه الارقام بتتحط بالنسبه للاهلي يعني عايز اقول ما هو برضه بص يا فاروق الصف التاني في النادي الاهلي برضه مع يعني اللي قاعدين على الدكه دي فرقه تانيه فرقة تقيلة كلهم لعيبة منتخب مش لعيبة قليلة يعني امبارح لو شفنا مين اللي قاعد لا ده لعيبة كبيرة جدا ولعيبة تستاهل تلعب اصلا في الاساسيين تلعب بيهم ده مش تقليل منهم ولا حاجة انا عايز اقول ده رأيي يكمل الموسم هو أندية مصر كلها عندها صف تاني زي الاهلي والزمالك معظم الاندية عندها دول مشتركين في المسابقة لا معظم الاندية عندها لو شفت اللعيبة سيراميكا عندها صف تاني البنك عنده لعيبة كتير جدا بص يا مصطفى كل ما تنزل من فوق كده عندهم كل ما تنزل من فوق لتحت كده انا بتكلم على الفرقة دي مختلفة انا بتكلم على مين دلوقتي انا بتكلم على المعترض اللي عنده مفيش حد معترض خلي بالك على الاندية الاهلي هم معترضين سموحة على فكرة ما حضرش لكن موافق على استكمال كاس مصر المصري والزمالك معترضين على المواعيد بس لا المصري والزمالك معترضين على المواعيد اللي هي تتلعب الوقت اللي بين اللي كان المفروض مش معاهم رسالة 21 عشان المدربين يدوا اجازة وفترة كبيرة راحة فابتدوا يجيبوا اللعيبة تاني عشان يلعب يوم الجمعة